روبرت بازيو فعلا جت في ايده روبرت بازيو وبوشاردو الضربة الجزاء الثانية في مونديال فرنسا. كولينز امبارح جاب جول لاسكتلندا من ضربة الجزاء وضربة الجزاء الثانية في المونديال. وشيلي 2 ايطاليا 1 وكيزار مالديني ينتظر نتيجة هذه اللعبة طبعا لان الجول لو جه يحطه في وضع كويس. روبرت باجيو انا قلت لحضراتكم ان في مونديال 94 في ضربات المعاناة الترجيحية مع البرازيل ضيع كرة شاطها فوق العارضة كان شكلها وحش قوي. هل يا ترى روبرتو باجيو ونيلتون تابيا تركيز من الاثنين. هل يا ترى روبرتو باجيو رايح لها والله حلو انما يحقق التعادل. هاي فرحة لكيزار مالديني استخدم الاوراق كلها. وبرضو نقدر نقول ان روبرتو باجيو احد النجوم اللي ضمهم كيزار مالديني في الفترة الاخيرة. النهاردة عمل التمريرة الحلوة الاولية لكريستيان بيري جاب الجول الاول والنهاردة هو برضو اللي عمل البينالتي وهو اللي جاب يعني الكرة لما جت في ايد بيدرو وهو اللي جاب الجول. كان راح لها والله نيلسون تابيا ولكن روبرتو باجيو يجيب جول التعادل. اصبحت النتيجة في الدقيقة 40 اعزائي المشاهدين التعادل 2-2 وروبرتو باجيو صحح اوضاع الطليان.